I just said. I just told them. Regeneration for that particular process. Well, yeah, I think so. Yeah, I saw the killer stand there. I'll tell things about it. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلت يا أتراك ميني كان في الروح of the joy خلاص هيبقى فيها فين dysfunction within the function that caused by a generally progressive loss of articular cartilage. مش كده؟ loss of articular cartilage. والجراديوال loss of articular cartilage دوت هيجي ليه؟ مالتي فاكتور. ميكانيكال وبيولوجيكال. خلاص؟ وكيميكال. خلاص؟ هيبقى ال destruction دوت accompanied by a attempt of repair of articular cartilage remodeling sclerosis subchondral bone او subchondral bone system خلاص ويجي في عندي osteophyte وده بيجي في synovial joint يا اما تزيد في synovial يا اما mechanical impairment يا اما الكوندروسايت نفسها لها عمر خلاص يبتدي يحصل لي joint aging او degradation ويحصل softening vibration واخد بالك ارتيكولار كارتج اهو ادي اوستيوارثرايتس دي هنا واقعه هنا في اوستيوارثرايتس الارتيكولار كارتج هيحصل vibration erosion subchondral thickening fifth osteophyte اول حاجه في الايجنج بروسيس بيحصل ايه vibration يحصل decrease in tile strength ليه نتيجة early disruption في المولكيولار فريم ورك بتاع الايه؟ البروتوجلايكان يحصل فيشر والفيشر ده يبتدي يزيد واخد بالك والتريشن اوف ماتريكس بروتوجلايكان ويحصل لوس اوف كوندروسايت ريسبونس للفيسيولوجيك لود العالي فيبتدي يزيد ذس فايبريليشن disruption في الماتريكس والمولكيولار فريم ورك انكريز ووتر كونتنت انكريز بروتوجلايكان يجي راحنس وسيرفس minimal narrowing of the joint space دي سكليروزس subchondral bone خلاص يبتدي كل حاجه تعمل لي ديتريتس والحته دي تتنطط جوه الجوينت لما نخش في السوفت اللي هي تشيل فايبر ديتريتس كتير والريليز اوف فايبريتد كارتج في ذا جوينت سبيس والفيشر بنتيشن بيوصل للبون يحصل انزيماتيك ديجراديشن وعارفينهم ثلاث اربع انزيمز او ست انزيمز انترلوكين 1 انترلوكين 2 خلاص والميتالوبروتينيزس الديجريديشن انزايم ها وبعدين يحصل لوس اوف كارتج اند ناروينج اوف جوينت سبيس ويلزق بعضه يحصل اوستيوبايت فورميشن ورياكتيف سايلوفايتس ماركت ناروينج اوف جوينت سبيس ويز لوس اوف كارتج الاند ستيج بقى نحي كله مين اطلع هنا اهو واحد يطلعها كله وبعدين الطلعه دي تبدا في الطلعه الثانيه وهي تبدا تطلع زي فايبرس انكيلوزس او حاجه زي كده خلاص ليه الكوندروسايت مش كلها بالديكلاين ايج بالك نوت ديبند لقوها في الـ في الـ في المعمل انها نوت ديبند اون سيستميك تشينج في الديس اي كالتشر نحط الكالتشر تلاقي نفس التشينج دي موجوده في الكالتشر اذا مالهاش دعوه بالسيستميك رولز بقى مصر وكير اساس اذا التشينج اللي بتحصل في الهبابه دي الكوندروسايت بتيجي على ايه السيلولار ليفل والتشينجز دي كوزد باي ايه تشينج ان جين اكسبريشن الجين اكسبريشن دوت بقى اللي احنا عايزين نقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لك ايه هنشوف تل ايه جين وتل تلاقي واحد تفضل عضلاته زي الواد ده كده مثلا من عند 100 سنه تفضل عضلاته كده اللي هو عضلاته قويه بلا حديد تمام الله اعلم يلا ليه حديد ده ولا لا انما ولا مؤاخذه ده راسه ايه صلع الشعر بتاعه دوت الجين بتاعه بيقع بدري خلاص الاخ ده هو شعره كتير جدا وتلاقي مثلا كان ايه عم جمال ساعتها كنت بقول عنده حاجه 80 سنه وشعره اسود لحد دلوقتي وما بحطش باروكه ولا حاجه. واحد تاني اسنانه تبقى قوايه من الاخر
واحد سنانه اتخلع وعنده 20 سنه وبط ضهر خلاص. واحد تلاقي الرئه بتاعته بيشرب سجاير واقع في مصنع ولا مانجا مش عارف وحداد وزي الفل، واحد يجي له 5 بلانج بس، واحد الرينال بتاعته كويسه يعيش مش عارف اخر حاجه، واحد رينال ستون ورينال فيلير ونفروباتي، ولسه جاي لي واحد مين المجموعه هنا بتاعت البيدياتر ارفع ايده مين بين في النواب بتوعنا مجموعه البيدياتر، هبعت لكم حد كده واد رينال فيلير عنده 20 سنه جاني امبارح ولاد ودخل في كوما من الرينال الكوما او الكوما بتاعت الرينال، وبعدين بعد الكوما انتوا عارفين كلنا في الكوما اي حد دخل رود جرافيك اسيد وكوما رود ده تجيله فريكشن كونتراكشر اتيتيود، فهو عنده رينال فيلير وبول دوبتنج ورجلين الاثنين متنيه بالاخر وطبعا ما يقدرش يرفع الرجل، فنفس مفيش واحد زي الثاني، مفيش واحد زي الثاني، ومفيش واحد ربنا رزقه التيشو بتاعه زي ايه؟ التيشو الثاني خلاص؟ واحد زي الانتستم بتاعته ياكل فول وطعميه وظلم وبصل وصوم ومش عارف ايه، واحد ياكل نار طلاب مسلوق. فهي دي بقى مينو دوت سؤال في 1979 قال لك with each successive generation of cells the power of growth diminished. This loss of power هو تم ايه؟ سيلف نيتم. طيب هاي فيلم دوت قال لك differentiated cells decrease their rate of proliferation after certain number of population doubling. خدتوا شوية كيمستري الكلام بتاع الكوندروسايت بيحصل لها ايه يا اولاد؟ كل شويه يحصل لها تتقسم اثنين، ما انت تتقسم اثنين مع كل ديفيجن اوف ذا سيل بيبتدي يحصل لوس اوف اللي ايه؟ البيبتايد التلوميرز اللي هي كابنج الدي ان ايه، مش كل سيل بيحصل الدي ان ايه والكلام بتاعها دوت اللي هو التلوميريك فيز والانافيز بتاع السيل ديفيجن خلاص؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال ان الله انزل ايه بكل داء دواء الا الدواء. الهرم اللي هي الشيخوخه او الايدج او خلاص؟ فالشيخوخه دي مكتوبه عليه، فالشيخ بيقول لك ايه؟ وان احدكم يجمع في بطن امه ايه؟ 30 يوما ولا مش 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما مش كده؟ ثم ياتي الملك فيكتب ويكتب ويكتب. اذا انت كل واحد كودل. عشان كده بيقول لك ان احنا ايه؟ اول ما الواد يتولد ياخدوا ايه الجديد؟ ياخد الامبريكال كورد وياخد الايه؟ السيلز بتاعته ويحطها فين؟ بره بقى، مش بتروح تدفع مليون جنيه اول ما الواد ابنك يتولد عشان لو حصل له مش عارف ايه في المارو ايه تبتدي تاخد منه سيل. اهو نفس الكلام ده. يعني عايزين يرجعوا لي الاندرولوجيكال ستيج بتاعه عشان ياخدوا منه تاني اللي هي الستيم سيل والبروس فاكتور واخد بالك عشان والسكافولد الحاجات بقى بتاعت اي تيشو ريجنريشن. نحفظها من هنا اي تيشو ريجنريشن لو حد سالك في الامتحان حط ستاندر. عايز سكافولد؟ سكافولد زي بقينك ما عملش رياكشن يتطرد من البودي. عايز ستيم سيل او ميزينكايمال سيل عندها كابابيلتي للديفرنشيشن، وبعدين عايز جروث فاكتور يوجهها انها تبقى مصل زي اخونا ده او تبقى شعر، عايز واحد شعره تقيل جدع شعره تقيل، او تبقى مثلا كارتج او تبقى ارجون. دي بايه؟ بالجروث فاكتور. والجروث فاكتور دي ايه؟ هي دي الاستادز اللي احنا لازم نفكر فيها كلنا ازاي نعمل في المعامل بتاعتنا ان شاء الله، يعني ربنا ينفخ في صوره مصر. ودوت بيتغير مع الفيز مع 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 الايج خلاص؟ الريبيت الدي ان ايه سيكونس دي اللي كنت بقولها يعني هم عرفوها سايمين سايمين ادمين جوانين جوانين كاف انت اوف كروموزوم عند الحته دي. الدي ان ايه ريبليكيشن الاو دي ان ايه بلومريز تو ريبليكيت الدي ان ايه. لو الكليبريت ده مش موجود او الـ او الـ او الكيلومير دي ابتدت مع كل ريبليكيشن بتنقص حوالي 150 بارتكل منها، لو نزلت اكثر من 60% من التلوميرنج ليه مع الريبليكيشن بتاع السيكونس بتاع الريبليكيشن تخش في حاجه اسمها سيل سينيسن او السيل دي ما تقدرش تشتغل بعد كده خلاص، وتخش في ايه؟ ابوبتوس او سيل ديس. دي بقى سواء على الكارتج او على اي حاجه ثانيه خلاص يا جماعه. طب الاوسيوس او النكليكال سندروم اوف جوينت بين از فانكشن كوز باي جوينت ديجريسيشن. في فاكتور ثاني، في فاكتور ثاني ان اوفر لود ميكانيكال لود كيميكال او انفلاماتوري ديزيز زي الروماتويد واخوانه والشله بتاعته كلها، كريستال زي الجاوتي والكالسيوم بايوفوسفيت اللي هو او الصوديوم مونيوريت
اللي هو كريستال ديزيز، يبقى عندي كيميكال نتيجه فري راديكال وهايبر اوكسايد والكلام ده، او ان هو يحصل النت ريزلت ايه؟ هيبقى في بين ديسفانكشن ديجنريشن يونيفرسال ريسك فيكتور اللي هي الاوفرلود ميكانيكال لوس ليجامنت انستابيليتي تروما وحصل ألثر للكارتج زي ما قلنا الانفلاماتوري وقلنا الكيميكال تايب. طب البريفنشن ال 22 جايد لاين فور ري ارثروبلاستي، ممكن اطلب واحد بس من الاخ اللي قاعد هناك ده كانت رجاء وداخل اسم اثنين يقول لها الورقه اللي الدكتور بيصورها فين عشان هكتبها لك، لان دي 2014 في الارثروسكوبي ودي الامريكان جايد لاين بتاعت نان ارثروبلاستي مانجمنت اوف ارثريتيك نيد. ممكن تروح تجيبها؟ ما تخافش مش هتكلم كتير، هقعد اناقش معاك. خلاص؟ يبقى انت عايز تقلل الميكانيكال لود، عايز تقلل الكيميكال فاكتور، عايز تزود السيل بوبيوليشن. خلاص؟ احنا من ضمن الموداليتي اللي هتيجي، الموداليتي قال لك ايه؟ واحد زي اوفر ويت كده تخليه للويت، العربيه ربنا خلقها او يعني متصممه من المصنع، شيل خمسة راكب، الباشا طبعا عنده من الامر اللي مش عارف مين الكره بتاعتنا في الفلاحين يركبهم 27 راكب ولا خلاص. طيب الكاوتش هيتري مش عارفين هيتخصموا، العفشه مش عارف هتبوظ، نفس الكلام. انا الكوندروسايت دي يا اولاد لو قريتوا في الكتب بتاعت الاسر ارثروبلاستي او في بدايتها في الاول او اي حاجه هتبص تلاقي ان الكوندروسايت دي بتشتغل بفيسيولوجي فيه، لو اللود زاد قوي ما تعرفش تشتغل، لو اللود قل قوي يحصل ايه؟ ما بتشتغلش برضه، لو الني اموبيلايز وما فيش لود عليها هيحصل ايه؟ سوفتنينج وكارتج ديجريديشن، لو اوفر لود زياده عن اللزوم ما بتشتغلش برضه، والكريب فينومين احنا عارفينها والضغط والنيوتريشن. الكارتج ده بتتغذى بايه؟ قول يا بيه انت راجل ها؟ بيصوروا كل ده؟ ده انا يعني اظن من اول ما دخلت اديتهم الورق. ديفيوجن سينوفيا ايوه هو بيقول لهم الراجل ده مصطفى جدا ديفيوجن سينوفيا السيرفيس بتاع الارتيكل سيرفيس في مايكرو بور خلاص، والمايكرو بورز دي حوالي 6 نانو متر 200 سينوفيا تلو يخش يخرج يخش يخرج يبتدي يغذي لي الايه الكوندروسايت. لو الكوندروسايت دي ملهاش لود وملهاش نيتريشن تبتدي ايه ما تطلعش البروتوبلايكان والكولاجين الحاجات اللي بتجيب الستريس الارتيكولار سيستم. طب احنا نقدر نعالج الكلام ده بقى احنا كدكاتره قلنا ايه؟ ويت برودكشن فانكشنال ديلي اكتيفيتي بتتغير او ما بتتغيرش، ان انا ممكن قلب ستريسن، ان انا ممكن اعمل عندي فارس او ما اعمل مثلا ليفتنج للشو ريز من تحت بحيث ان انا اخش في اقدر اتوقع الجوينت او البس دي لودنج بريس دي لودنج بريس خلاص؟ ان انا الحاجات بتاعه الجلوكوز امين والتالت طول النهار وجوينت فري ومو فري والكلام هل دوت له حاجه؟ هتبص تلاقي الكونديشن عندك والايفيدنس بيز بتاعها وانك متصوره عشان تتوزع عليك، عشان لو اي حد داخل الدكتوراه يا جماعه دول ما حدش ايه يبقى قلبهم من الناس اللي اشتروا بالشكل خلاص؟ عشان على اساس ان هي فيها حاجات كده. الانترا ارتيكولار انجكشن 2008 او 2010 الامريكان اكاديمي او فورسيت جيني كانت بتقول ميبي 2013 او 2014 السنه دي يعني كانت البيبر الارتكل دي 2014 انما الاستاذ 2013 بعد ما كانوا هايلي بوزيتيف او يعني مودريت بوزيتيف دلوقتي بيقول لك لا حتى الانتر ارتكل انجكشن ما فيش واخد بالك؟ الاسترويد الوحيد ما يبقاش وقت شاطر يعني الاستيرويد الوحيد وانس وبعدين بيقول لك ايه مش كل انواع اللوكال اناستيك قال لك الماركين كوندرو توكسيك وزي اللي فين كوندرو توكسيك الثاني اسمه ايه محمد اسد اللي كنا بننزل عليه اللي هو ولا البنج قالولنا كايرو قولوا تاني قولوا بصوت عالي كايرو كين انا ما اعرفش ايه كايرو كين ده تدوروا عليه بقى خلاص ايه هو كايرو كين يا محمد هو نوع من ده قال لك ده الليس كوندرو توكسيك بس بقول لك ممكن تدي الاستيرويد ده وانس اور توايس خلاص يعني رجعوا له تاني كان عيبه ايه؟ ان هو الدروب فيه كان بيديب الستيزيشن للجوي ويخش في ايه؟
في ديجراديشن زي ايه؟ حد عارف النيوروباثيك جوينت؟ شورت. قول الاخ ونص ده من هنا. قول لي ايه الكوزز اوف شارت جوينت؟ ما دي من دون هنعملها اكتر. قول يا دي هيثم. شريف. يا هيثم مش شريف واحد يقول قول انت يا محمد ازاي؟ حاجة عاملة ميكسيشن. ازيك؟ طيب. ها؟ ممكن لو فاينل جولد. فاينل جولد دي اسمها؟ تيبت برينجو مايليا. في حاجة اسمها كونجينيتال اندفرنس بين، حد عارفها؟ الواد اللي هو ما بيحس ما موجود، بقولنا ربنا ثالث كل وقت. أنا عارف. إن الولد ما بيحسش بالبروبلي تيست. ينط من هنا يكسر يعمل له بص فشل وهو مش داري ويجري على رجل تاني يحرق ايديه يقعد ياكل طراطيف صعبه وبتاع ياكل الجلد وما حسش يمسك البابور كان زمان عندنا بابور ولا قصدي يعني كنت جاي يرفع ايده بالكنكه وما حسش دي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها كميكانيكيه ودكاتره اذر ذان الميديكال تريتمنت اللي احنا كنا بنتكلم عنه خلاص يا اما لافاج فولد باي لوكال انجكشن زي كوبيكتوني لو في كاينوبيا مهمين بالنسبه للفنفاجر بالدلايز الروماتوي نديوم بورتي كوندراكت لا بريفير لو في تروما ابريشن مايكرو فراكشر اوت كل ده كونسات ترانسبلانتيشن اسيوماتيك الحاجات اللي كان منستر سيرجري سنتيك كارتش لتيرسي ارثروسيرجري سوليميتال لو عندي ميكانيكال بقى الاينمنت سواء في الباتيل او فالدس او فارس بيكريز اللود او بيزود اللود بحيث انك توصل للفسيولوجيك لود ان الكوندروسايت دي بتحس بيه لما تحس ان ده فسيولوجيك لود تقوم تطلع بروتيو جلايكان وكولاجين يفضل الفريم ورك بتاع الارتيكولار سيرفيس جميل انت بتتولد الارتيكولار سيرفيس اللي عينيه دوت تخين وتك وفيري ريزيستنس فور كومبريسيف لود انما مش ريزيستنس للشيرنج لود خلاص نتيجة الايه؟ اللاير بتاعت الايه؟ الكارتج ريستنج لاير ديفايدنج لاير كلوريفتر لاير وهايبر تروف لاير لحد ما يوصل تحت ومعاها الكولاجين والبروتوجلايكان فريم ورك بتخليه يحصل له ايه؟ كريب يضغط عليه يكش نتيجة الووتر ريبيلنت وبعدين يسير يملى تاني خلاص؟ البروبرتي دي معتمدة على ان في عندي كولاجين فريم ورك وبروتوجلايكان وهيلورونيك اسيد خلاص؟ ماسكين في بعض الفريم ورك دي لو باظت باظ كل السكافولد دي او العماره دي عباره عن عارفين زي ما بقول لك عاملين في الصين استاد من الفقاقيع الهوائيه دي اللي هي الفقاقيع الهوائيه دي اللي انت بتخزنوا بيها الحاجه اللي تبقى صوت بتقعد تطلعها دي انت كده بتاخدها من اي حاجه جالك من المصنع بتاعك هي نفسها كده كولكتابيلتي وريبالانس بيحصل كومبريشن والكومبريشن لما دي بيحصل فيه تاني. الميكانيكال اكسس دوت هنعمله والانستابيليتي مانجمنت لازم كل دي الفريمز اللي احنا واخدين منها. اللافاج والديبرايفمنت افكت بيعمل ريموفال اوف ميكانيكال وير بارتيكل الحاجات اللي قلناها طايره ريموفال اوف فري راديكال الهايبر اوكسايد والتوكسيك برودكت الموجوده في الجوينت الديجنريتيف او ديجراديتيف ديزاين الكريستال وزي الكالسيوم بايريت والكريستال والصوديوم مونيوريت ريبير اوف لوكال تيشو يديني فرصه ان هو لما يجي سينوفيال فلويد دي السينوفيكتومي زي البيجمنت اللي قلنا او كوندروماتوز السينوفيال او كلايس روماتويد او كونديشن اوبتي كوندراكت بلاك ريبير زي حاجه زي كده يعني تعملها سوتشر ده ممكن تعمل سوتشر 06 لو لقيت كلاب جامده بس هيلثي وسيت ممكن تعمل لها سوتشر 06 لو فتحت او ان انت تحط البايب جريد ابو فين دي خلاص؟ ده عنك ولا انا كفايه دي؟ ابريجن ارث بلاستي خلاص؟ ودي كانت السيرفس وبقت اوبسوليت دلوقتي خلاص؟ اسمحوا لي بس ارد على الواد ده لو حد في دماغه حاجه ده الابريشن ارتبلاستي ودي كانت قديمه في الثمانينات وكليني جونسون هو اللي اخترعها واخترع الشيبر دوت ان هو بيشيل الارتيكولار سيرفيس ويشيل السيرفيس بتاع البون يوصل السب كوندرال بون يقطعه لحد ما يجيله كليني سيرفيس
حساس ان البيدنج سيرفيس هيطلع الستيم سيل وكده خلاص. المايكرو فراكشر جير ريكومندد في ليجن سمولر ذان 2 سنتيمتر، وهتعمل النت ريزلت بتاعتها انها تطلع لي فورميشن اوف هايلاين لايك كارتج او فايبر كارتج ويش داز نوت هاف ذا سيم ميكانيكال بروبرتي اوف هايلاين كارتج. الكلينيكال اوت كام افتر 2 يير في ساتسفاكشن 80%. المايكرو فراكشر يا اولاد كان زمان بيتعمل كده، دلوقتي قال لك ان انت ممكن تعمل الاول دوت لازم يوصل يبقى ارفع من كده حوالي اقل من 2 مللي او واحد يعني كده، ويوصل ل 9 مللي بريتريت ديب في المدلري عشان يدي فرصه ان يطلع لي ميزينكايمال سيل او ستيم سيل خلاص. فانت بعد ما بتعمل توصل لستيبل ريم تبتدي تعمل الاولي، وتقال لك ان الميكانيكال بامري احسن من ان تعمل الايه الباور عشان ما تعملش ثيرمال افكت للتيشو، او لو عملت تعملها باللي هي بالرفيع جدا ما فيش كده يعني. نعم مايكرو فراكشر دي بتتك من الكيس بتاع الاسترا فراكشر حضرتك كلمت قلت حضرتك بيحصل فراكشر ومايكرو فراكشر في الارتيكل اوف سيرفيس. لا احنا قلنا الارتيكل سيرفيس هيحصل فيه سبكوندر سيرفيس. دلوقتي انا عندي حاجه معلش يعني فخورين يجيلوا المحاضرة بتاعت الحوائل اللي انا مخترعها دي الكارتج دوت اللي على البود بيشيل لود بطريقة معينة، وبعدين السب كوندرال بون دوت جامد بيشيل لود بطريقة معينة تحت منه كارتيلاج فوق خلاص. لما يتشال الكارتج اللي فوق اللي كان بيبتدي يشيل لود شوية يعني شعري هايش اهو، هتبتدي شو ما تيجي على دماغي هتخش على الشعر ده الاول تاخد شويه ريزيستنس، وبعدين تيجي على السكالب على السكين سكالب وبعدين على السكالب. انت عندك كارتج وكارتج له ديفرنت باور ان هو يشيل اللود ويقلل اللود بالكريب فينومينا اللي عنده او الفيسكو الاستيستي بتاعته خلاص. البول نفسه البول نفسه له كرايتيريا في الايزو الاستيستي بول ايزو الاستيك، عشان كده هتيجي تذاكر توتال نيب او توتال نيب بتهمر وتستنى تهمر وتستنى عشان تديها فرصه مش كده؟ البول دوت لما بيحس ان الكارتج ما عادش شايل معاه يحصل له ايه؟ ديفنس ميكانيزم ايه؟ سب كوندر سكليروز. لو ديجريتيف انزايم واللود او ميكانيكا اللود حصل ممكن ساعات في مايكرو بورز او حاجه شويه ساينوفيال فلويد يخشوا من السب كوندر البول ده نجيب اي مايكرو كراك او فراكش ساينوفيال لو دخل جوه يبتدي يعمل لك سيف، دي حاجه ثانيه. انما انا هنا انا بعمل ايمنج ان انا اعمل مالتيبل هول، المالتيبل هولز دي هتوصل لي من ظلر الكنال هتطلع لي بلاد، وانا ما بعملش مايكرو فراكشن لما اعمل انلودنج لي واعمل سايكلينج واخد بالك، انا هعمل رينج اوف موشن زي السي بي ام ماشين وبقلل اللود عليه، او انني بعمل ميكانيكال دي لودنج يا اما في بريد يا اما بعمل ايه فارس او فالجس اوسيوس. عندي فارس دي شكرا ده على حسابك بقى خلاص. يبقى ايه؟ يا اما عمل ميكانيكال دي لودنج يا اما عمل اوستيوتومي هاي تيبيا اوستيوتومي سواء فالجس او بارت على حسب الديفورمنت اللي موجود خلاص كده. المطالع اهي هنسيبها للاستاذ محمد السيد. حد ينور كده ثانيه واحده اقرا لكم الريكومنديشن بيفور الكلام اللي احنا بنقوله ده. قال لك حاجة أول جروب من النان أرثروبلاست مانجمنت في أورثو أرثرايتس قال لك سيلف مانجمنت إديوكيشن بروجرام. هيعمل البروجرام ده يعمل إيه؟ موديفيكيشن للديلي أكتيفيتي بتاعته اللي هيقلل الكونتاكت واخد بالك تو بروموت سيلف كير اللي هو يقلل ويت لوس ويقلل اللود على الجوينت. الريهابيليتيشن لو امباكت ايروبيك فيتنس قال لك رينج اوف موشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه وفلكسبيليتي واخد بالك وبادي تيبس سترينثنج وباتيلا موبيلايزيشن باتيلا ثابت لاترال هيل ويتش بريس اللي هي دي لودنج بريس زي ما قلناها الاكي فانكشن حجامه اللي الناس بتعملها بتتحسن كلكم بتشوفوا فالاكي فانكشن بتاعت الصين دي بتتحسن برضه. قال لك الجلوكوزامين والكوندروتين سلفيت بعد ما يعني واخد بالك ستيل البتقال ان هو نوت ويز نوت اجينست هما نو ايفيدنس بيز ان هو دوت اكتر منه ايه نوع من النيتريشن. بتاخد انت جلوكوزامين ببقك بينزل جوه الجوينت ببقك
لو قدرنا نوصل الجلوكوزا مين للجوينت ميبي زي دلوقتي حكايه الهيالورونيك اسيد اللي احنا بنعينه في الجوينت. خلاص الحقن دي نفسها الاورال باراسيتامول او اسيتامينوفين او النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري واخد بالك. الانترا ارتيكولار كرويد انجكشن دي اللي هي الوحيده اللي بتدوز الجيت بينيفيت. بعد كده قال لك الهيالورونيك اسيد والنيدل، ودي بقى مره قالوا ويز ومره قالوا بالنيجاتيف في اخر مره. الارتروس بتبرايد بنت ولاباش بارشال منيسكتومي ريموفال واخد بالك، والميكانيكال منيسكال ديجراديشن او فلاب. تيبيا توبيكال اوستيوتومي في الباتيلو فيمورال مال الاينمنت. ري الايز اوستيوتومي في الفارس والبلجا، او في حاجه اسمها فري فلوتنج انتربوزيشنال ديفايس. في ناس بتقول ان الهيالورونيك اسيد ده لو الدلفين او الموليكولار ويت بتاعه عالي جدا ممكن يوصل لي لايه؟ ان هو يقلل لي الكونتاكت، بيعتبروه ديفايس على اساس ان هو الديسكريبت بتاعته دي. في ناس بتقول لك لا، مين قال لك الديسكريبت ده فيسيولوجيك مش جوينت، واخد بالك؟ فدي الحاجات اللي هي الفيبر ماب. وبعدين الرد على على على, على ان كل واحده الايفيدنس بيس بتاعتها قد ايه في الصفحه الورانيه تقروها. هنديها بقى لمحمد السيد، واخد بالك؟ محمد السيد يتصرف، انتوا كم واحد بيطبعها على الكتاب؟ اديله انا 20 جنيه، خد يا ابني 20. ممكن ارفعها على النت يا فندم؟ ها؟ ممكن ارفعها على النت على الجروب بتاعنا. هو يصورها على الفيس بتاعتنا. خلاص؟ نيجي بقى بعد الكلين مايكرو فراكشر. قلنا كنا الاول نعملها كده، بيقول لك انك ممكن تطفي بقى الحته اللي قدام، حد يسيب نور ورا ويطفيه ده عشان الناس ما تتعبش، تدي نور ورا خالص كده عشان ما تبقاش الاوضه مظلمه قوي. بس كده خلاص. ان انت تخش بدريل واحد وواحد من 10 مللي وتخش لحد 9 مللي جوه، من 6 ل 9 مللي جوه بعد ما تشكل السبكوندرال بول. لازم توصل ايه الجليد. المايكرو فراكشر بيتعمل زي كده، ده كان فيلم ما اعرفش شغال بقى ولا لا. دي مثلا جوي بتكحت الحاجه دي، وبعد ما تكحتها شايفين الالتر اللي فوق منه ده بيسموها كيسنج الالتر. وهنا بعدين دخل بالشيفر ده بقى اللي ايه طبعا المفروض يروح بقى يوصل لحد طبعا ده الخيل الريسنت بقى بيقول لك انه يبقى رفيع ويوصل لحد 6 9 مللي لحد ما يجيب بليدنج سيرفس. وبعد كده تعمل دي لودنج ورينج اوف موشن. خلاص؟ ايه هو البوست بقى؟ ان انت لو عندك ألسر لو عندك ألسر زي دي بتقيس مقاسها، وزي ما بنعمل في السكين جرافتنج بتيجي في حته ما عليهاش ميت بيننج كتير او حته اقدر اسكريفايز واخد منها حته من الناحيه اللاترال غالبا لاترال فيمورال كوندايل، واحس اللي هنا دي وشوف عمقها قد ايه، اخد دونر واحده وارجع احطها مكان الثاني. ودي ما زالت تعتبر جولد ستاندرد بنقيسوا عليها الحاجات. ميزه دي ايه؟ ان انا باخد الكارتج لنفس العيان والمربوط فيها قليله واي كان كومبانسي، وباخدها في حته من البون بلاكس بتاعتها بحيث انها وصلت لي برضه للايه؟ للديب سيرفس سب كوندرال بون، تطلع لي برضه شويه ستين سيل او ميزنكايمال سيل مع التيشو اللي موجوده وحسب وولف بلاي وولف لو وحسب اللي موجود في الجوانت انها تبتدي ايه؟ تساعدني في الهيلينج بتاعت ال الكارتج ديفكت. هي نفسها ذات عاشق ومعشوق. انت ذات النجار لو يماجي لما بيجي بص تلاقي كتير من الكراسي طلع منها زومبا خشب داخله في الناحيه الثانيه. عاشق ومعشوق. انت بتعتمد ان هي دي مثلا كابت الريسيبيانت 7.5 تاخد الدونر 8 وتروح مدخلها عاشق ومعشوق جواها. خلاص بعد شويه البليدنج والسويلنج بيكبسها في بعضها. خلاص؟
يبقى دي الفوت فوت اللي هي اوتولوجيس كوندروسايت دي مثلا السايت اللي انا ممكن اخدها ممكن اخد السايت اللي هنا قلنا من ذاكر الفيمر الكوندايت الراوند الثروتيك في الباتيل خلاص دي مثلا حالة ايه او سي دي سيليرود والستريك ممكن بقى تشيل لو ما كانش فيه السيليرود ده وفي الستيج مفيش السيليرود سبريشن ممكن اعمل ديبنج للبيت واعملها سوتشر وارجعها مكانها خلاص دي بايظه كلها ابتدي اوصل لهنا واعمل رو اريا وبعدين ابتدي ايه اقيس واخد الايه الدونر سايز وبعدين ازرعها هنا مكانها خلاص الجديد بقى اوتولوجيس كوندوكتايت امبلانتيشن الافي الافي دي ان هو بياخد كارتج بجراف من العيان مره ودي عايزينها لها البيوبسي او بنتي كارتج يحصل ندخلها في المعمل تعمل انزيماتيك ديجريديشن وكالتيفيشن ويحصل كريبسيس والسسبنشن بتاع الكوندوكتايت دوت نعمل له كالتشر يحصل بدل ما هي كانوا مثلا 10,000 كوندروسايت تحولهم ل 10 مليون كوندروسايت ويرجع يحقنهم ويعمل كفر في باتش الباتش دي ممكن تبقى من الريت كابليشنال ريت باتش او بري اوتيم كان هيبقى بري اوتيم بيعمل هايبر تروكسي خلاص بعد ما عمل هنا باتش يبتدي يحقن الكوندروسايت تحت منها ويعمل سي خلاص دي اللي هي اللي عجبني اتحرك دي نفسها ان هو خد الكارتج عمل له ديجرادمنتد وبعدين حط في التريبس الدوت بتاعه وبعدين الكولاجين دايجيشن والكابتيفيشن وبعدين ياخدها يحطها ويحطها على البتاع اللي فوق خلاص دي اللي ايه دي حاله زي كده وده كله اكتر خمس سنين بعدها يعني بيوريك ان هي عملوا حاجات جديده بقى ان هي تبقى اون شيلف برضه كولاجين وفيها سبيس كده وتيجي في المكان يروح ضريحها مكان المكان اللي هو فيه الدفين ما كارتشي باتش خلاص طبعا الحاجات دي هتلاقيها بثمن اكتر تلاقيها ب 5000 جنيه او 10000 او 5000 دولار ما اعرفش يعني هتلاقيها بثمن التوتال ارسو بلس يعني خلاص ادي دي وما زال الستاد بتاعتها اللي عايز يخش على الستاد بتاعتها اللي انت بتعرف مش بتجيب سوسايتي دي على النت يخش بيها واخد بالك الكوندرو جايد ده قال لك ايه الايديا الكوندرو جايد انك تجيب هنا كولاجين باتش وبعدين تزرع تحتها اللي ايه الستيم سيل او البيكايمر سيل وتحقن بليتلت ريتش بلازما عشان تعديك الايه الجروث فاكتور الجروث فاكتور ايه تنشيت الكارتج فورميشن بس هو الكارتج ده كانت حاجه بتتحط كده وجربوها والريزلت بتاعتها مش قد كده اللي فيها ديجراديشن النوع من البروتيك زي كده الارثروسيتس ان انت تيجي في مكان الديفكت بدل ما زرعنا الاوت نزرع ارثروسيتس حته فيها ودي دلوقتي اللي هي زي بقول لك ايه بس زي اليوني كومبارتمنتال ريبليسمنت بتدو فيمورال ريبليسمنت خلاص دي حاجات اللي ممكن تتعمل ان انت تيجي ديفكت في حته صغيره واحده خلاص فالديفكت ده ريبليس بيولوجيكال زي ما قلنا او ان انا اريبليس بارت اوف سيرفيس المينيتا سيرجري لازم احافظ عليها ان انا اعمل ميتا سوتشر دي اهم حاجه ان انا اعمل بارشال مينيتيك مش توتال او اعمل ميتا انوجراف او كولاجين دلوقتي انت بتاخد كولاجين في ناس برضه تخيطوا في الديفيك وهوبينج ان الكولاجين دوت ينفايت سيل تعمله او بنسبه الوجراف بنسبه الوجراف طبعا ينفع في السن الصغير 16 سنه والنسبه الصعوبات كله 25 سنه والنسبه الصعوبات كله بقيت الارتيكل شيفت السليم مفيش مال الاين اتجاه ورا الصوله لان ده اللي يصلح الاول معايا بقيت الارتيكل شيفت السليم يبقى الاين وبعدين انواع الريزرفيشن الفريش فروزن يا اما سنجل تيشو فاير يا اما السايز ماتشنج ده بيتعمل على الام ار اي والبودي ويت واخد بالك وبتبقى هي محموده اون شيلف عندهم خلاص
التلسكوبيك اسيستد او تعمل ميني اوبن او سمار وتعمل يا بون بلاك يا اما مش بون بلاك سيركل بتاعتها من انت مثلا اللاتر المنيس بتاعك باخدها بون بلاك كامله المفروض ان ده بيلت ما بيشتغل يعني بيوريك دي وبعدين بياخد معاها تراس من البول كده في اللاتر المنيس بيحط يفتح فتحه بيعمل تراس جاست جنب اللاتر تيجي سباين يرقي فيها تراس اوف بول وبعدين يرجع المنيسكس اندو جراف وبعدين ياخدها في سوتشر خلاص دي البيت بتاعه بعد ما يرجع النت الصواريخ بقى ايه ان هو بيدخلها في سوتشر نت سوتشر بياخد كذا سوتشر في النت كله وبعدين يدخله من فتحتين صغيرين ياخد فيه غرزه والدك دلوقتي يا اولاد تقريبا احنا يعني مره واثنين وثلاثه بنعمل ايه تعقيد خدت محاضره عن النت سوتشر الصوت ده اللي هي الكاتوتشر اللي هي البيرت كاتوتشر داخله من هنا وراحه ناحيه الايه السينوبيا خلاص الفيرتيكال اورينتيشن بياخد السيركمفرنشال فايبر كلها بتاعت الديسكس ويزرعها فوق خلاص فدي بعد ما بيعمل كده بيعمل فتحه من الارض يدخلها ومعلمها وداخل السوتشر بتاع يروح من نادي السوتشر دي للبريفر بتاع الكبسول والبوم بلاج يثبتها ويعمل زي ما الدراك في الروت افالشر بتاع المينيسكس من ضمن كده انت ترانس اوت السوتشر للانتيل هورن او الكيلو هورن او بوم بلاج في الاندوجراف تمام ده هنا بقى لو بتعمل النيتا سوتشر دي لو هي ارثروسكوبي بس تمام يعني في غرز بس في اوبن ودي زي الكلانزي او ريسكا تنش او حاجه زي كده انك بتدخل ابره طويله تاخد وش في المنيسكس وتطلع من بره وتطلع عليها في الجلد وتخيطها وتعمل ريبيتد سوتشر ديليفري من الكلام ده طبعا الاولى انك تعمله في اي نسكه كتير عندك يبقى اي نسكه كتير عندك تحاول بكل جهدك انك تعمله نسكه سوتشر خلاص يا ولاد التكنيك بتاع نسكه سوتشر دي اكيد في محاضره هتاخدوها على نسكه سوتشر او تقال محدش بيرد ليه؟ ما حطوش نسكه سوتشر؟ محمد يا علي ها طب مش انت تصدر المحاضرات مين هديهم من لسه سوشيال عايز صوتك يا ولد خدتوها في السمستر اللي فات يا كذابين اتقالت كده لكن ما اتقالت يعني اتقالت ما شرحش يعني اتقالت يعني منشن بس لكن ما قالش يعني منشن لسه سوشيال طبعا خلاص ادي لسه ده واحده من التكنيكين اند اوت انك تخش بالابره وتخرج وتخرج بيها في حد بعديها كان شاف مهندس دخل يا محمد يا علي في حد بيتكلم على ايه؟ سامح شلبي بيتكلم على ايه؟ على ايه؟ جين ثيرابي او جين ثيرابي بيعتمد على الدي ان ايه ده وتعمل حاجات مثلا ده اسمه سؤال بتاع مش عارف اسال كلاج المينيسكس احنا زي ما قلناها الكلاج المينيسكس دي حاجه انر وسبيسر وحاطط الفيزيكال بروبرتي بتاعتها قريبه من كده ومتخليها صناعي زي الكولاجين بتاع البودي وتتحته باتش كده وتلاقيها برضه بتتباع ب 5000 جنيه الحته وتحطها على شكل ساعه وتعمل تدخلها عاملها مصر مستر توتش خلاص ويا اما تاخدها من بوباين يا اما سيلر انجروس يا اما ديرمال ويا اما فاشيالاتا ومعموله وبقت هنا خلاص بقى انت الباتيلا ري ارايمنت انت عندك كل بقى ايه من اول السبلكتيشن باتيلا عندك لاترال ريليف عندك ميديا سلايتيشن عندك ميديا باتيلو فيمورال ليجامنت ماتش راكينج مانجمنت خلاص وبعد كده ما تفتكرش نفسك انك فوق الطبيعه لازم تبقى
تعرف الحدود بتاعتك قد ايه، ما تبصش في المراية تلاقي نفسك اسد ولا ايه بني ادم ضعيف برضو. وزي ما ايه شفنا كده ان ايه الواحد ما يعجزش قوي وما يقعدش على كرسي كتير اكتر ما الناس عايزاه عشان يبقى زي الفرعون ده. اسمح لي ناس الله سبحانه وتعالى حد عايز يسأل اي حاجة؟ لو انا كنت لو وقف البتاع ده وقف المعمل وانا ممكن اطفي كده انا على انتكيت على بتاع انا عارف انا كده بطلت خالص اعمل ديلودنج كتير اعمل ديلودنج من ضمن الحاجات الجديده يا اولاد عاملين ديفايس ولاد الذين ان حاطط بليت في سبرينج ماسك في الفيمر وماسك في التيبيا وزرعه تحت الجلد وهو في سبرينج عامل ايه ديستراكشن ويقفل عليه ويسيبه سنتين ثلاثه ها اللي هو ديستراكشن ديفايس معاك انت خدت البيبر يا محمد يا فايز انت لما تقول لي كده ابدا انت ما عملتش سكيب للمحاضره ولا الطلبات ولا كده انا ما عملتش